تختلط الفقاعات فلنملأ الحوض بالماء. استعد، اختبار الماء في 3، 2، 1، انطلاق. إنها تعمل. حسناً يا ماكس، ابدأ الآن. كيف سترفض موتر الاستحمام في حوض به فقاعات؟ الكثير من الفقاعات آدية. هل سمع أحد صرير قرقعة توم كابوم؟ رابل! رابل! فقدت بطاطي! لابد أنها حولنا! انتظري! أعرف أين هي بطاطك! إنها عالقة في هذا الأنبوب! أعرف ما يحدث عندما تتعطل الأشياء في أنبوب! يحدث ذلك! أدوات! جيد. واو. يا جراء، كل الأدوات، يجب أن نوقف التسريبات. هو أدوات. تشارجر، تسريب كبير خلفك. أنا لها. أحسنت يا تشارجر، كما قلت أنت لها. هذا ليس جيدا. علينا أن نخرج تلك البطة من هناك، ولكن كيف؟ أعرف كيف أخرج البطة من هناك. أف، أنا لها أداة القاطعة. عمل رائع يا ماكس. بطاطي. موتر، ما زلت بحاجة إلى الاستحمام قبل الصورة. لا، من الأفضل أن ننهي بناء الحوض. هيا لنبني الحوض الرائع. أنا آلة نظيفة. لن تستحم موتور، لن تستحم موتور. انتهيت. لك ذلك. يبدو جيدا. لطيف. موتور، حوض الاستحمام الرائع جاهز. ما رأيك يا موتور؟ ها؟ موتور؟ مختبئة ثانية. العمة كرين والجد جرافل سيأتيان. ممتع جدا. موتور، الاستحمام على وشك أن يصبح أفضل ومليئاً بالفقاعات. واو، موتور تحب الفقاعات. موتور تحب الاستحمام. شكراً لك. أخيراً، موتور أحبت الاستحمام. يا عائلتي، استعدوا للغناء والاهتزاز. بنينا حوضاً رائعاً. رابل الطاقم، وهو متميز. هذا من حاله. هذا صحيح. يا جراء، مرحبا، لقد عدنا بإطار الصورة. يا جراء، إلى أين ذهبتم؟ نحن هنا. ها أنتم يا صغار. هنا لالتقاط الصورة العائلية. الكل موجود ونظيف. تلطخت موتور بالطين ولكنها تحممت. كيف جعلتم موتور تقوم بالاستحمام؟ نسيت أن أذكر، موتور حقاً لا تحب الاستحمام. حسناً، لن ترفض الاستحمام في حوض كهذا. قمتم ببنائه لموتور؟ حوض رائع. حسناً تشارجر، دورك الآن. واهو، التقط، ارفع، أيها الفأر الصغير، هل أنت هنا؟ إنه طفل صغير. انتظر دقيقة. مهلا، أعتقد أن تلك الفئران تعرف الفأر الصغير.
تشارجر، بالتأكيد تعرف بعضها، إنهما والداه، لهذا كانا يصرخان كثيراً، يحاولان العثور على طفلهما الذي فقد في السقف. لا بأس، هيا هيا يا فأر. هذا هو أجمل شيء رأيته على الإطلاق. انظر إلى ذلك، لقد جمعناها معا، هذا يجعلني سعيدا جدا. امنحوه بعض المساحة. أنا حقا متحمس جدا. عائلة الفأر لطيفة جدا. عمل رائع يا جراء، لكن خطابي سيبدأ وانظروا، سقف قاعة المدينة معلق نوعا ما. أجل، ليس مكانا جيدا للسقف. لا تقلقي يا عمدة، سنصلحه وكل شيء في قاعة المدينة قبل بدء خطابك. يجب أن نسرع. بهدوء بهدوء. يجب العمل بسرعة، ليس لدينا وقت. آخر شيء لإصلاحه الجدار. أخيراً أصلحنا قاعة المدينة وبدون أي صرير. رابل انظر، هي تفتقد العيش في قاعة المدينة. لكن قاعة المدينة كبيرة، ستضيع وتبدأ في الصرير ثانية. تشارجر، لدي فكرة، لقد بنينا بيت الدمية لعائلة البط لموتور. أعرف ما تفكر به، هيا بنا نبني. مرحبا فئران، لقد بنينا شيئا، قاعة مصغرة لكم. قاعة السرير، هذا منزلكم. إن هذا حقاً لطيف. فكرة رائعة حقاً، شكراً يا جراء لإنقاذ اليوم. تدربت على خطابي والآن سألقيه بدون صرير، وستسمعان أخيراً المفاجأة الكبرى. واهو! تحياتي يا مواطني بيلدركوف، بصفة العمدة أنا هنا لأعلن عن شيء مميز للاحتفال بمدينتنا المذهلة ولجمع مجتمعنا معاً. أقدم أول لعبة لبيلدركوف الرائعة والممتعة، دعونا نراها الآن. الألعاب النارية. لطيف، انظروا إلى ذلك. مفاجأة رائعة يا تشارجر، عمل جيد، وقت الغناء والاهتزاز. أصلحنا السرير. رابل والطاقم، وهو رائع، هذا ما نفعله. أنزلها بهدوء. عمل جيد. رائع، هذه العائلة لديها مهارات بناء رائعة. لدينا بعض الأبطال الحقيقيين هنا. هم أبطال؟ حسناً، لن يكونوا أبطالاً إذا لم يكملوا الجسر. سيد مكتورتل، هيا أنا لدي خطة. أسرع. فكرة لامعة حقاً لاستئجار سلحفاة ليكون مساعدي. يا طاقم البناء، بينما نبني الطريق الجديد ونمهده، يمكن لماكس الطلاء. ماكس، أنت محترفة الرسم، أحضري شاحنتك واذهبي للطلاء. أف أف. ماكس، أعتقد أنك نسيت شاحنتك. أنا لم أنساها، شخص ما أخذها. لا، لنبدأ بالبحث عنها. لا أستطيع التحرك. لا، سيارتنا مغطاة بالإسمنت. إذا علقت الجراء لن تستطيع البناء، ثم سأبني الجسر وأكون بطل بيلدركوف.
أو لا لن تفعل. رأيت ما فعلته بالجسر الأول. أحتاج إلى رابل وعائلته المذهلة. لا تقلقي يا عمدة جريت واي، سننتهي من بناء الجسر. لدينا شيء خاص نسيه السيد سبيد مايستر. حقا؟ ما هو؟ نحن لدينا موتور. موتور هيا. واو. أسمنت سريع الجفاف. كيف يمكنني الخروج من هنا؟ هناك دائما حل بناء. ثقب الصخور. شكرا لك يا رابل. حسنا عائلتي، الآن يمكننا بناء هذا الجسر. أجل. أدوات رائعة. موتور تمشي بسلس. وقت طلاء الجسر. هذا يحتاج إلى تغيير ميكس. دعونا نرى، ما اللون؟ أنا أعرف، لون لكل من قبعاتكم. العائلة كلها. استعداد، تصويب، طلاء. حسناً. أحسنتم، الآن هذا حقاً جسر. يا جراء، أعلن لكم أنكم تعلمون؟ كل هذه العائلات ستحتاج إلى مدارس وملاعب ومطار وغير ذلك الكثير. أتمنى لو كان لدي جرو بناء مذهل لبناء كل شيء. أوه حسناً، ولكن لكي أكون جزءاً من دورية المخلب وأبني أشياء هنا في بلدر كوف، سأحتاج مساعدة عائلتي. هل ستساعدونني؟ موافقة. أنا أيضاً. أنت تعلم أنني معك. موتور ستبقى. هذا رائع. أنا أوافقك يا موتور، كلنا سنبقى. رابل، لا يمكنني التفكير في أي شيء أفضل من فعل أكثر ما نحب مع الجراء التي نحبها. العائلة. أجل.